اليوم راح افرجيكم افضل 5 تشكيلات تم تصنيفها بلائحه التوب 10 لاكبر عدد انتصارات تم سحق طريق الاساطير من خلالها، ان كان لافا هاوند، بيكا ولا ميجا نايت. تخيلوا انه افضل 10 لاعبين بالعالم عم بيلعبوا بهاي التشكيلات. مرحبا شباب الريبلز، معكم هيمو كوك. حبيت انه افتتح المقطع بتشكيله لا تخطر على بالي بشر بالميجا نايت، وبرضه كمان فيها الغول المدمر، موصل فيها ايري ل 3700. لا تخلي مخك يوحدك لمكان البيت، اوكي؟ هيك اسمه، هو صيني اتوقع ولا ياباني، ما بعرف صراحه شو دينه، ولكن على تويتر هيك مسمي حاله. تمام، راح نصيد هون الفايك راكر، عم بلعب بنوعا ما تشكيل سبلاش، هو زي بالضبط تشكيلتي عباره عن سبلاش، فيها الغول المدمر وبرضه فيها حلو. خلنا الداش، وهون راح يموت المنين هورد او المنينز اسف. تمام، في معي بومبر، في معي زاب، وفي معي الغول المدمر. اوكي، غدرني. اوكي، الاستنساخ للعبة جدا جميل لانه اللعبة باخر لحظة، المفروض المرة الجاي احسب حساب انه ممكن يغدرني بهاي الحركة. الدي بي اس الوحيد يلي فيها عالي اللي هو العنقاء، وفي عنا 3 بطاقات. انا ناسي الميجا نايت، كان بضرب سبلاش. في عنا الغول المدمر، الميجا نايت، وبرضه البومبر المطور. بومبر مطور مع زاب مطور، بامكانك انت تلعب بومبر المطور. في معك راكر، فاحنا هون بنصيدها بالفويد، اوكي، وما رح نعمل هون اي شيء. في هون عندنا بيضه، اوكي، لعب برضه البولر. صارت تشكيلته زنخه علي للامانه. بعدين رح نلعب من هون باندت، وهسه ما رح اوقع باللي عمله فيه، اوكي. نايس، وكان في مع مينيونز، فانا لعبت البومبر عشان ما يلعب مينيونز، فلعب اسهم، اوكي؟ يا اخذنا الدمج اللي بدي اياه. انت لو تعد السايكل دائما راح يكون اللعب عليك جدا سهل، تمام؟ حاول عد السايكل، شوف بطاقاته شو راح يلعبها. في مع سومين وسكيتون جاينت، ممكن يلعب باي لحظه من ورا. في مع باندت، في مع بولر، شفتوا كيف؟ اخذنا الدمج اللي انا بدي اياه، وبرضه كمان البولر اجى قدام سكيتون جاينت. في مع سمين الفاير كراكر، فاحنا على السلم نلعب فيها. هاي هنا، بعدين هاي هنا، وبعدين زي ما بنعرف في معاه اسمه استنسخ، صح؟ يب، هاي هنا، اوكي. ما صراحة ما بدي اخذ على الدمج بالمرة. والميجا نايت وصل للبورد. في معاه مينيونز، نلعب احنا هنا فينيكس. صراحة اللعب انظف من هيك صعب تلاقيه. التشكيل للامانة لم طرق لي كثيرا، لانه لو تلاحظوا انه عم بوصل للبرج الخصم قاعد عم بغلبني، ولكن ترتيبها التاسع اللعبة، شو بدك احسن من هيك؟ التشكيلة الثانية صار لي فترة عم بلعب فيها من حسابي الرئيسي، بولر كريفيارد فريز، ماشي؟ التشكيلة جدا اسطورية، موصل فيها ديس او بما يسمى داخل اللعبة انطونيو رودريجر للمرتبة العاشرة ب 3690 كأس. التشكيلة فيها دي بي اس جدا عالي اللي هو الانفيرنو، فيها سبلاش اللي هو الويزارد، الحراس بذايق مودي على الحدايق، عندي تانك الفارس، الوين كونديشن المقبرة، والسبيل عليها راح يكون الفريز. لو لاحظتوا ان الخصم عم بيلعب بأسوأ بطاقتين ممكن اواجههم باللعب انا. ايه مدافعش، كلافة اعصار، بس خلينا ندمج عليه كثير مرتب. تمام، عندي هنا دبل سبلاش دمج، ولما احنا هنا سيداتي سادتي انساتي اساتي، هنا راح يصير في عندنا تحدي جدا هائل، نشوف هل بامكانه، لانه يعني التشكيل عم بلعب فيها صارت يعني جدا قويه علي، فالكري واكسكيوشنر، فعلنا برج الملك تبعه، هل بامكاننا نفوز عليه؟ لنرى. في مع رام رايدر، فدائما البولر راح يكون للرام رايدر، تمام؟ يعني قول الفصل هذا، لانه راح يعملها نوك باك لورا، فبالتالي ما راح تمسك البرج تبعي، اوكي؟ في مع جوبلين جانك، ما يحق انا الجريف يارد، راح نستنى لبن الدبل اكسير عشان نجمع حقها. في مع ام كي ميجا نايت، بامكانه ندافع عنه بالجاردز وصلى الله وبارك، تمام؟ بس هسه الزنخ بالموضوع انه مش معي انا الميجا، مش معي البولر، وهسه في مع الرام رايدر، فراح تاخذ الداش تبعها على البرج تبعي، بس بامكانه نلعب عليها الفريز. في مع فاير بول عشان نصيد فيه الانفيرنو. لا غلطت. اوكي. راح
تمام. حانت وقت الحقيقة. هذا هون. شوفوا اللعب الصح. ما انه في مع ميجا نايت يا. صراحة تشكيته زنخة علي. كثير زنخة علي. بولر هون. بعدين ويزارد هون. غلط؟ يا غلط. هذا هون. بعدين على السريع في مع اعصار. اوكي هذا هون. مان مش طبيعي الكاونتر تبعه. والله ما هو طبيعي الكاونتر تبعه مان. والله ما استسلم. لا والله ما استسلم. بس بدي اوطي الحكي واركز شوي باللعبه. الانفيرنو راح يكون للميجا نايت مش للرام رايدر. وزرد هنا بعيد عن البورج عشان ناخذ عليه فاليو بالفاير بول. ومتى ما لعب الميجا نايت في معنا تنين ناري. بعدين لعب اوكي في مع صار في مع اوكي هاي هون. حلو 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 حلو. اوكي نلعب هاي هنا هاي هنا في مع جوبلين جانج مش الملك مفعل. فاير بول جدا غلط بصراحه. هاي هنا اوكي بتاخر فيهم. لعبوا صح ترى لعبوا نظيف. بس انا لعيب انا اسطوره. تشكيل 10 من 10 جدا قويه ولكن انا بعرف فيها كم بعرف عانى فيها برج الملك وبرضه كمان تشكيلته نوعا ما كاونتر علي. التشكيل الثالثه راح نلعب بالايفوليوشن دريل. شفت بعض الاقوال في بعض الناس المنوبه بتحكي عن الايف دريل انه يعني جدا سهل انك تفوز فيه الاقيام. مين قال لك؟ بالعكس يعني من اكثر التشكيلات للامانه اللي بدها حنكه بالله. بدك تعد الاكسير تعد السايكل وبرضه كمان جدا صعب لانه اغلب البطاقات او اغلب التشكيلات تطلعها راحت روحت. طيب سحب لهونا. اللعب جميل. ما راح نط على البوم تاور والماجيك ارشر ماسك للويتش. يا عمري الماجيك ارشر التانك الفارس. بامكان نلعب هون ايف دريل مره ثانيه. لو تلاحظوا ما اخذ دمج بالمره على برج الدوقه لانه فعليا اغلب التشكيلات هسه حاليا جدا سهل تصد الدريل. اوكي فراح نشوف هل بامكان انه نتكتكو ولا لا. راح نعتمد على الماجيك ارشر بما انه في معاه كثير بطاقات بتقتل الدريل بسرعه. الماجيك ارشر مع اعصار على البرج على الجسر قصدي اسف. في معاه كمان برضه الماينر. اوكي في معاه زاب سم قصدي. اذا لعب الماينر على السريع بنفع برج الملك بالاعصار وبرضه كمان الويتش ما راح اخليها تعمل عليه دمج كبير. اوكي اوكي هون ما في بصراحه مش وقت انه فعل برج الملك. لعب ميجا نايت ممكن نفتح حفال غيلان هنا. الدوقه ما راح تشيله كلياته لازم يدافع عنه لانه منه بخرب له هجمته ومنه كمان منه هجم عليه. رامي السهام هنا. فارس عادي مش مطور هنا. وانا شو اللي معي مطور؟ اوكي والله لا والله صاده. اتس اوكي صاد لي. طيب هاي هون هاي هون اعملهم سبلت. بعدين برضه على السريع حفال قلنا مطور مره ثانيه. عادي اسف ما بدي اكمل هجمته. في مع ميجا نايت لعب احنا هون رامي السهام مره ثانيه. يب هذا هون. وبعدين الفارس قدام الميجا نايت عشان ما ينط عمين على البوم تاور. وللامانه صراحه غلبني الخصم. لا صار جدا غلط للامانه ما في داعي له. كان صرف حاله ثلاث اكسير زياده. هون لازم ابلش تصيد انا من الجسر ماشي بالماجيك ارشر. بس انا شايفه كثير فايدني بالدفاع. اوكي صافي معي بوم تاور عشان سبلاش دامج بس للامانه عامل شغل ولكن عم بصيدني فيه وقاعد بالبويزن. بوج القنبله هون. لا والله بدي العب الفارس. راح استنى العب الميجا نايت على السريع. رامي السهام السحري سكيلتون تلهايه بعدين ذا لوك اوكي لعبوا غلط. هذا هون بوم تور هون. اوكي اخذ علي دم صراحه جدا منيح لانه الفارس كان جدا سيء. الصراحة أنا أحاول أعتمد مين على الماجيك أرشر بالهجوم. أوكي هذا هون هذا إز ديد مان. بدك فن بدك أناقة. هذا لعب صح. نسيت أحكي لكم صاحب التشكيلة ريملي موصل فيها للمرتبة السادسة
3708 كؤوس. سيداتي سادتي اللافا هاوند، هاي التشكيلة غطيناها احنا بمقطع امبارح لما حكينا عن تشكيلات لورد اكس، وللأمانة من أفضل التشكيلات زي ما حكيت من بعد ما الإيفو الويزارد أكل نيرف، فصارت الناس تلعب فيها لهاي التشكيلة جدا جميلة، وفتحة لعب يعني أسوأ من هيك صعب تلاقي. دبل عم بلعب معلم دبل سبلاش دامج، رح نكمل هجمتنا مع مينيونز ومع زاب. شيش بداية صراحة غير موفقة بس مش مشكلة عادي. اصل اذا في معه فيربول بوس صارت بتصير لعبة زناخة. اوكي خلصنا احنا كل خناجر الدوقة، زاب هنا اوكي، والجاردز جدا حلوات عشان شتت الانفيرن تاور تبعي. الحق وراهم معلم، ولا كان في برج قدامك، وعلى الاغلب راح اخذ دمج جدا مرتب لانه خناجر الدوقة لقد نفذت. راح اعطيه البرج اوكي لان انا لاعب لافا هاوند. للعلم هاي تشكيلة ركان موصل فيها المركز الثاني على العالم، وفي كمان ثلاثة وراه تباعيا. ويلكم ركان مرتين، ركان جاي المركز الثاني والرابع، ويلكم المركز الثالث، ودومينيك اكازا المركز الخامس. دومينيك هذا كان بيلعب بالسي ار ال، ولكن في بعض التعديلات عم بيلعبوا بالميجا مينيون وعم بيلعبوا بالتومبستون. هجمته سيئة، في مع مينيونز هو بسرعة، وهسا نستنى مين المينيونز وينهم. فقدتهم مينيونز، استعجلت. هاي لازم فويد عليها اوكي، حتى لو انها ماسكه بالبورج. ال هاي الكراكر مش زي الوزارد اوكي. اذا لعب بس المينيونز بضرب عليه زاب، ما لعب المينيونز فالبورج راح. نايس اللعب والله، الشاب كثير عم بهجم علي. فالكري مطوره تمام، لافا من ورا. يا لعبة غلط من لعبك ساذج من وين ما في بعرفنا معك زاب، في مع مينيونز عم بهجم اوكي، ما عم دافع عن اللافا هاوند. والله مطقيت اربد كلها. كراكر مطورة ابلع بالسقودي ساكتة هنا صراحة. كتل السكلتون بعده معايشين السكلتون دراجونز، وهسا الضرب القاضي لما لعب المينيونز ولعب الفاير كراكر الاسهم جاردز مباشرة، وهسا معاه مينيونز هو، في معاه زاب مطور اوكي نايس. بس في يا بالون بصعب ديجي ويل بلايد. الحلو باللعب تبعك دائما احفظ سايكل خصمك عشان تعرف شو اللي تلعبه تمام. التشكيله الخامسه والاخيره المحتله على المركز الاول، بيكا رام رايدر مع ويزرد مطور ومع زاب مطوره. هاي التشكيله موصل فيها اي سي لل 3827. خلينا نشوف كيف راح امحطه بعده ما عم بلعب. ار يو شور اباوت ذات؟ شو اللعب البيضاني هذا؟ بكى مباشرة على اليسار. وإذا في معه أي شيء، أوكي زاب عشان نخلص من البومبا، أوكي ما في داعي يعمل كثير دمج. والمذر ويتش، آسف النايت ويتش، في معي إلكترول إلها عشان الباتسيات تبعونها، وهسا في معانا بيكا بكامل صحته. هسا هونا إذا بلعب الإلكسر الكوليكتر راح نلعب عليها الفويل تمام؟ أنتوا دائما يعني احسبوا حساب كل بطاقة معك شو يكون مقابل إلها. نلعب هنا قاطعة الطريق عشان نعمل دي بي اس عالي. الباندت على الاغلب ما راح توصل، ولكن الجوست لازم يدافع عنه، دافع عنه بالفالكاري. تشكيلته كثير غريبة للامانة. راح نلعب احنا هنا راكبة الكبش، ما بدي اياها صراحة ندمج لي برج بالمرة الويتش، وبرضه كمان الويتش الفالكاري، وبرضه كمان راح يضطر يدافع. فالويزارد شغال عندي من ورا، واحدة هاتوكن اند هي اي توقعت لها توكن تمسك البرج تبعه. أسوأ جولم على مر العصور مان. قلت البرنس على السرير نعطيه ضربة عدم تمام، وهيك معلم بخرت له اياه. تشكيلة يا إله عشانها قوية. النايت ويتش برضه سيئة، ليش؟ لأنه في معي روح الجليد فروح الكهرباء. الهجم مان ولا قادر يعمل اشي، تشكيلة جدا خارجة. تعرفوا ابلع واحد هون، في معه هو انفيرن دراجون بس. يا استسلم. نايس تشكيلات هيمو، ما بيجيب لكم الا الصح الا الصافي. ها هي افضل خمس تشكيلات لافضل 10 لاعبين انه في طريق الاساطير الموسم الماضي. لا تنسوا اللايك، تعليق جميل، انتظرونا قريبا ان شاء الله. بيس اوت مريض.